بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلاب المرحلة الثالثة في درس الـ Engineering Analysis اللي راح نكمل ببعض حلول المعادلات الرياضية باستخدام عدة طرق راح نتطرق عليها في هذه المحاضرة. في هاي المحاضرة، بداية هاي المحاضرة طلاب، بنحاول نسوي فد ريفيو إذا ما ماخذين إيجاد الانفيرس ماتريكس باستخدام الرو أوبريشن، وإذا ماخذينه فهي عادة بسيطة لهاي النوعية من العمليات حتى نوجد الانفيرس ماتريكس. يعني سابقا أخذت بأنه كل سكوير ماتريكس لها انفيرس، يعني الانفيرس ماتريكس لازم تكون لسكوير ماتريكس. ما معقولة بأنه الماتريكس مو سكوير، يعني شنو السكوير ده اقصد 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4. ما معقول اوجد الانفيرس ماتريكس ل 4 في 5، لازم تكون الماتريكس سكوير. طيب شنو الشرط مالتي حتى احقق الانفيرس ماتريكس؟ لو كان عندي ماتريكسين، الاي مضروبه في البي يساوي لنا اليونيتي ماتريكس اللي هو الايدنتيتي ماتريكس. شنو ما معناه؟ فقط الدايجونال بي واحد والبقيه اصفار. الاي شنو معنى الاي؟ هذا هو الاي طلاب، كل دايجونال مالته هذا الدايجونال هو وحدات والبقيه كلها اصفار، هاي يسموها الايدنتيتي ماتريكس او اليونيتي ماتريكس. طيب اذا كان عندنا الاي في ماتريكس يساوي لنا الايدنتيتي ماتريكس، ما معناها هاي شد بي تكون البي تساوي لنا الاي انفيرس. ليش؟ لان عندنا قانون الاي في الاي انفيرس يساوي لنا، ما نقول يساوي لنا واحد، ما نقول يساوي، لانه هاي ماتريكس يساوي لنا يونيتي ماتريكس او الايدنتيتي ماتريكس، او نسميها بالايدنتيتي ماتريكس اللي هو هذا. واضح؟ اذا هاي الماتريكس اي تضربها في الماتريكس بي، اذا سوت الايدنتيتي ماتريكس ما معناه الماتريكس بي تساوي لنا الاي انفيرس، ما معناه الاي انفيرس تساوي لنا الاي انفيرس تساوي لنا الماتريكس بي. طيب شلون العمليه حتى ابدي بيها؟ نفس العمليه طلاب، بالبدايه لازم اوجد الاجيومنت ماتريكس. الاجيومنت ماتريكس ايجاد الانفرس ماتريكس باستخدام الرو اوبريشن. راح اخلي شنو طلاب؟ اخلي الماتريكس الاصليه مالتي، وبصفها شنو؟ اضع اليونيتي ماتريكس، اضع اليونيتي ماتريكس او الايدنتيتي ماتريكس. يعني هذا الاي بصفها شنو؟ اي، الاي اي، هذا هو الاي. شوف انت علي طلاب، هذا هو الماتريكس اي، هذا الاي، اخلي مقابلها اي. اذا تحولت هاي الماتريكس، انتبه عليها، اذا تحولت هاي الماتريكس الى اي ايدنتيتي ماتريكس، يعني معنى هاي واحد هذا واحد هذا واحد، صفر 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 صفر، ما معنى المقابله ايش راح يكون؟ انفيرس ماتريكس. راح يكون المقابله راح تكون انفيرس ماتريكس. يعني مو اخليها بالشكل هاي، اول خطوه هو احول الماتريكس الى الايدنتي الاجيومنتد ماتريكس بالشكل هذا، الماتريكس الاصليه مالتي، واخلي بصفها اليونتي ماتريكس. هاي اليونتي ماتريكس لازم اجعل هاي الماتريكس تساوي اليونت، فالمقابله ايش راح تصير؟ لانها راح تتغير باستخدام الرو اوبريشن، القيم كلها راح تتغير، فمعنى هاي القيم الناتجه راح تمثل لك الانفيرس ماتريكس. طيب راح ناخذ في المثال طلاب على هاي العمليه. Find the inverse matrix by row reduction او row operation، يعني تخفيضات او استخدامات الرو ريدكشن، تحويلات الرو ريدكشن to the identity. عمليه التخفيض تصير على الريدكشن على الايدنتيتي ماتريكس، الايدنتيتي ماتريكس. اذا هاي الماتريكس مطلعها بالسؤال طلاب، ناقص 1 ناقص 6 ناقص 4 هذا الكولوم الاول، 8 49 34 الكولوم الثاني، الكولوم الاخير هو ناقص 2 ناقص 10 ناقص 5. اذا هاي الماتريكس مثل ما قلنا نخليها ويا من، هاي الماتريكس مطلعها بالسؤال، ارجع هاي الماتريكس مطلعها بالسؤال، لازم اشكل اجيومنتد ماتريكس، اخلي مكانها شنو؟ اليونيتي ماتريكس، هذا هو اليونيتي ماتريكس. ابدا اسوي عمليه الرو اوبريشن بحيث اجعل هاي شنو؟ واحد واحد صفر واحد والبقيه كلها اصفار، حتى اوجد اقول بانه هاي الماتريكس المقابله صارت انفيرس ماتريكس. طيب الرو الاول طلاب، ما مطلوب من عندنا هو الرو الاول هسه حاليا، ما نقدر، ما نحتاج هسه، لانه عندي يعني واحد فقط، مستقبلا اضربه في ناقص واحد يطلع لي هذه القيمه واحد.
الرول الأول نزله مثل ما هو، نزل الرول الأول كله هذا شوفه. طيب نجي على الرول الثاني، الرول الثاني حتى خلي هاي القيمة تساوي صفر، أسوي علاقة بينها وبين الرول الأول. شنو العلاقة بينها وبين الرول الأول؟ بين الرول الثاني شيء ناقصا 6 في الرول الأول، الرول جديد، الرول الثاني جديد هو يساوي ان الرول الثاني القديم ناقصا 6 في R1 حتى نجعل هاي جهة القيمة صفر. فنجي نقول الرول الأول نزلناه، الرول الثاني ايش راح يصير؟ R2 هي قد ناقص 6 ناقصا 6 في R1 اللي هو R1 ايش قد ناقص 1 في ناقص 6 6 ناقص 6 زائد ناقص 6 زائد 6 سيجد صفر. إذا حصلنا على قيمة الصفر، أول صفر حصلنا. طيب نستمر بالمعادلة، R2 هي 49 ناقصا 6 في R1 ايش قد 8 6 في 8 48 إذا 49 ناقصا 48 يطلع لنا 1. طيب نجي على هذا الجزء ناقص 10 R2 طيب ناقصا 6 في R1 R1 ايش قد؟ R1 هو ناقص 2 في ناقص 6 12 طيب ناقص 10 زائد 12 2. طيب نجي على القيمة هاي الـ R2 0 ناقصا 6 في R1 6 في R1 R1 ايش قد 1 معناه 0 ناقصا 6 ناقص 6. نجي على الحالة R2 ايش قد 1 ناقصا 6 في R1 R1 0 ما معنى هذا صفر، ما معنى R الجديدة راح تكون 1. طيب الـ R2 ايش قد هنا صفر والـ R1 صفر فصفر ناقص صفر نتيجة صفر. نجي حتى نجي على هذا طلاب أيضا يساوي صفر فنسوي علاقة بين الـ R3 والـ R1 فأقول الـ R3 راح يساوي لنا ناقص 4 R1 لما تيجي تعوض القيمة الأولى ناقصا 4 R3 ناقص 4 ناقصا R1 ناقص 1 ناقص 1 في ناقص 4 4 ناقص 4 زائد 4 يساوي لنا 0. طيب نجي على القيمة الأخرى الـ R3 34 ناقصا 4 في 8 32 ناقص 34 ناقص زائد 32 أو 34 ناقص 32 معنى 2. R3 ناقص 5 ناقصا R1 ايش قد؟ ناقص 2 إذا ناقص 5 زائد 8 3. طيب نجي على الـ R3 0 0 ناقص 4 في R1 1 إذا النتيجة تكون 0 ناقص 4 ناقص 4. طيب هنا R3 0 والـ R1 0 إذا هذا 0 هذا 0 النتيجة 0. نجي R3 هنا يكون 1 ناقص 4 في R1 ناقص 0 إذا النتيجة تكون 1. طيب إذا حققنا أول هدف وجعلنا هذا ايش قد يساوي لنا 0. ايش باقي لنا؟ هنا أصبح عندنا أيضا 1 لازم يكون هذا 0 أيضا هذا 0 هذا 0 هذا 0 وهذا 0. طيب نروح هسه على المعادلة أو الرول الأول نحاول بأنه نجعل ليش يساوي صفر هذا الجزء يساوي صفر حتى استفاد من عنده في جعل هاي القيمة ايش قد تساوي صفر. يعني هسه انت ايش قد عندك انت الـ R1 شوف راح اسوي علاقة بينه وبين R2 حتى اجعل هاي القيمة تساوي ايش قد صفر. طيب R1 ناقص 8 من R2 حتى اجعل هاي القيمة تساوي صفر فايش يقول R1 هاي R1 ناقص 8 R2 يعني 6 R2 لو كان ناقص قد قيمته 1 ناقص 1 في 8 ناقص 8 الـ R1 8 النتيجة راح تكون تساوي نصف. إذا الخطوة الأخرى طلاب الأول خطوة بأنه تخليه مثل ما هو موجود، الخطوة الثانية لازم تجعل بأنه هذا القيمة للـ R1 تساوي نصف. ليش؟ حتى استفاد من عنده حتى اجعل هذا يساوي صفر. واضح؟ لان هسه اذا اجمع واطرح بين R1 والR2 هاي القيمه ابد ما راح تساوي صفر طلاب. او تقدر تقول 2 يعني تقدر تقول هذا الـ R1 هاي القيمه الـ R2
تساوي لك شنو راح القيمة الجديدة راح تساوي لك 2 R2 ناقصا R3. هم تقدر ما في مشكلة، أو تستخدم هذه الطريقة كيفك أنت. إذا R1 ناقص 8 R2، إذا نجي نقول ال R1 هسه جد عندنا هنا ناقص 1 ناقص 8 R2 صفر، طبعا راح يبقى لنا ناقص 1. طيب R1 8 ناقص 8 R2، R2 هنا 1، 8 ناقص 8 راح يصير صفر. نا R1 ناقص 2 ناقص 8 R2، يعني موضوع R2 2 في 8 16 ناقص 16 وناقص 2 ناقص 18. طيب R1 هنا ايش قد؟ 1 ناقص 8 في R2، R2 ناقص 6 يصير 48 زائد 1 49. طيب هنا R1 0 ناقص 8 في 1، يعني معناها راح يكون ناقص 8. R1 0 وال R2 0 النتيجة كلها راح تبقى 0. ال R2 نزلها مثل ما هو، ال R3 حتى نساوي هاي القيمة 0 نسوي علاقة بين هذا وهذا. شو العلاقة؟ نقول R3 ناقص 2 R2 حتى نخلص من هذا. إذا البداية ال R3 0 وال R2 0 فالثنتين راح تكون 0. الثانية ال R3 هسه 2 مقابل R1 1، فاثنين ناقص 2 أيضا 0. ال R3 3 ناقصا 4 ناقصا 1. ال R3 ناقص 4 وهنا عندنا ناقص 6 معناه 12، فناقص 4 زائد 12 8. عندي هالنقطة هاي ال R3 0 بينما ال R2 جد 1، فصفر ناقصا 2 في 1 ناقص 2. عندي هالنقطة هاي R3 1 بينما ال R2 0، إذا النتيجة 1. أوكي طلاب؟ إذا حصلنا على هاي المعادلة. هاي المعادلة حتى جعل هذا لازم يكون صفر، لأن تعرف أنه هذا لازم يكون صفر وهذا يكون صفر حتى تخلص المعادلة. طيب هذا حتى جعله صفر هو راح أسوي عملية جمع بين، يعني بين R1 أسوي معادلة بين R1 وال R2، فال R1 ناقص 18 R3. الهدف مالتي هو اجعل هذا ايش قد يساوي لنا صفر، حتى اجعل هذا يساوي صفر ايش راح اقول؟ ال R1 ناقصا 18 R3 تسويها ويا ال R3 تسويها ويا ال R1. اوكي اذا خلينا نقول نسويها ويا ال R3 ويا ال R1 ويا ال R2 ما نقدر، لان الواحد هنا راح ينجمع راح يصير هنا 1، نسويها ويا من ويا ال R3 افضل. ليش؟ لأنه هذا صفر هذا صفر فيبقى هنا صفر، فراح يكون هي ال R3 بين ال R1 وال R3، يعني R1 ناقصا R1 اللي هو ناقصا 18 R3. يعني نجي هنا نقول R1 جد ال R1 ناقص 1، R3 صفر ومعناها جد النتيجة ناقص 1. نجي نقول R1 صفر وال R3 صفر، فصفر صفر نتيجة صفر. طيب هنا ال R1 ناقص 18 وال R3 ناقص 1، يعني ما معناه ناقص 1 في ناقص 18 18 ناقص 18 طلع لنا صفر. طيب هنا نجي على المعادلة بقيناها، خلينا نخلص نكمل عفوا البقية 49 حاليا هسه R1 بينما R3 جت 8، ف 49 ناقص 18 في 8، 49 ناقص 18 في 8 النتيجة مالتها ناقص 95. ونجي على هنا هسه R1 ناقص 8 وال R3 ناقص 2، فناقص 8 زائدا خلينا نقول 36 يطلع لنا 28، وال R1 صفر بينما ال R3 1 ما معناه ناقص 18. خلاص هذا الرو. طيب هنا يعني عندي لازم الهدف اجعل هذا يساوي صفر، اسوي فد عملية بين
هذا الرو، هذا الرو، يعني الهدف مالتي يصير هذا القد صفر، يبقى هذا لازم هاي يكون واحد. اذا ال R3 ال R2 هنا راح يبقى واحد، هنا فقط زائد 2R2، 2R3 عفوا، R2 زائد 2R3. فيجي نجي نقول هنا R2 صفر، هنا صفر، R3 هو معناه النتيجة تبقى صفر، صفر ليس صفر صفر. طيب هنا ال R2 واحد بينما ال R3 صفر، فهنا واحد، هنا صفر، في اثنين صفر، فالنتيجة تبقى واحد. طيب هنا ال R2 اثنين بينما ال R3 ايش قد؟ هو سالب واحد. إذا اثنين سالب واحد في اثنين سالب اثنين، اثنين ناقص اثنين معناه صفر. نايل ار 3 سالب واحد سالب ستة بينما ار 3 ثمانية، إذا سالب ستة زائد 16 النتيجة 10. ار 1 واحد بينما ار 3 سالب اثنين، فواحد سالب اثنين في اثنين سالب اربعة، واحد ناقص ماينس اربعة يطلع لنا سالب ثلاثة. نايل ار 2 صفر بينما ار 3 شقد؟ واحد، اذا صفر زائد واحد في اثنين نتيجة اثنين. R3 نزلناه مثل ما هو، تبع عليه هسه فقط نضرب بيه بيش؟ هضرب ما في ناقص واحد، لان يعني النتيجة الايدنتيتي لازم تكون كلها وحدات. نضرب هاي الرو الاول بيش؟ بسالب واحد، والرو الثالث ايضا في سالب واحد، بينما الرو الثاني يبقى مثل ما هو. اذا هذا ضربه في سالب واحد راح تتحول الى واحد صفر صفر، وكل هالقيم 95 28 ناقص 28. الرو الثاني ينزل لأنه حصلنا صفر واحد صفر، بينما الرو الأخير طلاب أيضا أضربه في سالب واحد حتى أجعل الأيدنتيتي، الأيدنتيتي هو الدايجونال مالتي كلها وحدات مو سالب واحد، فأضربه في سالب واحد، إذا هذا صفر صفر يبقى، وهذا يصير واحد، هذا يصير سالب واحد، هذا اثنين، هذا واحد. إذا حصل الطلاب هاي الطرف على الايدنتيتي ماتريكس. اذا هاي الماتريكس المقابله شو تمثل لك؟ الانفيرس ماتريكس. اذا اي انفيرس راح يساوي لنا طلاب 95 10 ناقص 8 ناقص 28 ناقص 3 2 و18 2 سالب 1. اذا هاي الانفيرس ماتريكس. حتى اتاكد من هاي الانفيرس ماتريكس طلاب انا راح اعول عليكم وانتم راح تحلوها. اضرب الاي في الاي انفيرس، يعني هاي اي اضربها في الاي انفيرس، هاي اللي طلعناها النتيجه المفروض ايش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا الايدنتيتي ماتريكس اللي حسب هذا القانون اخذناه الاي الاي وطلعنا هسه الاي انفيرس، لازم النتيجه تكون الايدنتيتي ماتريكس. هذا التحقيق مطلوب انتم طلاب تحققونه. ننتقل طلاب الى السوليوشن to the systems of the linear homogeneous equation. إذا كان عندنا system linear homogeneous equation شلون نحل هذا السيستم؟ طيب راح ناخذ معادلتين homogeneous. شو معنى homogeneous؟ ما معناه بعد اللي يساوي ايش قد النتيجة؟ صفر. بعد اللي يساوي صفر ما معناه هذا السيستم homogeneous. اوكي؟ طيب نفرض بأنه عندنا المعادلة الأولى هي AX زائد BY يساوي صفر، وعندنا المعادلة الثانية CX زائد DY يساوي لنا صفر. إذا هذا الهوموجينيوس نعيد بأنه صفر، ليش؟ لأنه الاثنيناتهم يساوون ايش قد؟ صفر. لو كان هذا واحد وهنا اثنين كان هذا السيستم نون هوموجينيوس، ان هوموجينيوس. أوكي طلاب؟ طيب حيث تمثل الـ A والـ B والـ C والـ D هي شنو؟ هي كونستانت. أوكي؟ طيب إذا كان الحل لهذه المعادلة طلاب، الحل لهذه المعادلة هو X يساوي لنا صفر، Y يساوي صفر، بهيج حالة راح نسمي هذا الحال هو تريفيال سوليوشن. التريفيال سوليوشن يعني تريفيال سوليوشن شو وقت يكون عندنا؟ عندما يكون الحل مالتنا اكس يساوي صفر واي يساوي صفر. لو عوضنا هنا في المعادلة اكس صفر في هذا الكونستانت صفر، واي صفر في الكونستانت صفر، اذا صفر يساوي صفر. وايضا نفس الحالة بالنسبة للمعادلة الثانية، اذا الحل عندما يكون الاكس صفر والواي صفر نسميه هذا تريفيال سوليوشن. عكس ذلك ما معناه اكس الى قيمه واي الى قيمه معناه نسمي نون تريفيال سوليوشن، نون تريفيال سوليوشن. اوكي ما معناه بالنون تريفيال سوليوشن الاكس والواي لا يساوون صفر، الاكس والواي عندهم قيم،
بينما تريفيال سوليوشن عندما يكون الاكس والواي يساوي صفر. لو حولنا على صيغه ماتريكس طلاب، شوف الماتريكس الاصليه مالتنا هي اي، الفكتور الكولوم الاول اي سي، كولوم الثاني بي دي، وهذا الفكتور مال الفاريبلز هو اكس وواي. يعني لو تجي تضربها تقول تطلع المعادله الاولى هو اكس في اي واي في بي، ايش قد النتيجه؟ صفر. يساوي لنا الفكتور مال النتائج مالتنا اللي هو الصفر صفر. اوكي، هاي هي اللي حولناها المعادلات الى صيغه الماتريكس. اذا التريفيال سوليوشن عندما تكون الاكس والواي تساوي صفر، نون تريفيال سوليوشن اذا للاكس والواي لها قيم. اذا الاي هو اي بي سي دي، هاي هي الماتريكس مالتنا. طيب عندنا هسه من الماتريكس نقدر نعرف هذا تريفيال سوليوشن او نون تريفيال سوليوشن. يعني تريفيال سوليوشن اكس والواي يساوي صفر، نون تريفيال سوليوشن اكس والواي لا يساوي صفر. شلون نعرفها؟ نكتب المعادلة تيم صيغة الماتريكس، هاي المعادلة صيغة الماتريكس. نوجد الديتيرمنت مالتها طلاب المحددة، إذا كانت المحددة تساوي لنا صفر ما معنى هذا نون تريفيال سوليوشن. إذا المحددة تساوي لنا صفر ما معنى نون تريفيال سوليوشن، وإذا لا تساوي لنا صفر ما معنى هذا تريفيال سيستم أو تريفيال سوليوشن، ما معنى لازم أخلي الحل الوحيد إلى هو إكس يساوي صفر والواي يساوي لنا صفر. يعني شنو المحددة طلاب؟ أضرب أي في دي ناقصا السي في بي، هاي يسموها الديتيرمنت. هذا رمز الديتيرمنت، هذا مو قيمة مطلقة طلاب، هاي رمز الديتيرمنت المحددة هي أي في دي ناقصا سي في دي. إذا كان قلنا يساوي صفر إذا هذا نون تريفيال سوليوشن، وإذا لا يساوي لنا صفر هذا تريفيال سوليوشن. ناخذ المثال طلاب، حدد لنا اذا كان هاي المعادلتين او هذا السيستمين بالاي والبي هل هو تريفيال نون تريفيال سوليوشن او تريفيال سوليوشن. نشيك طلاب البدايه قلنا ناخذ المحدده مالته او الديتيرمنت مالته. نكتب البدايه الماتريكس مالتنا على شكل ماتريكس المعادلات 3 في 2 7 سالب 1، هاي الماتريكس. نطلع الديتيرمنت مالتها، الديتيرمنت مالتها هاي الاي، شو راح يكون 3 في سالب 1؟ 3 في سالب 1 ناقصا 2 في سالب في 17 في 7، المعنى 2 في 7 14 بالسالب، وعندنا سالب 3 سالب 17، ما معناه بيش حاله طلاب الديترمنت لا تساوي صفر. اذا هذا بيش حاله راح نحصل على شنو؟ تريفيال سوليوشن. اذا السيستم هاز اونلي تريفيال سوليوشن، شنو معنى تريفيال سوليوشن؟ يعني فقط الى الحل عندما نحط ال x يساوي صفر وال y يساوي صفر. تريفيال سوليوشن. السيستم بي ايضا نحول السيستم بي الى صيغه الماتريكس، يعني 2 6 1 3، هاي الماتريكس مالتنا 2 6 1 3 نضربهم طلاب، 2 في 3 6 ديترمننت ناقصا 6 في 1 6، 6 ناقص 6 0. اذا لما تكون الديترمننت يساوي صفر اذا بهيج حاله هذا السيستم هاز نون تريفيال سوليوشن، يعني ما معناه عنده حل لقيم الاكس ما تساوي صفر والواي ما تساوي لنا صفر. ناخذ حل او مثال اخر، اذا كانت عندنا ثلاث معادلات نفس الطريقه طلاب، نشيك هل ان هاي السيستم الاول هو تريفيال سوليوشن او نون تريفيال سوليوشن. اذا ساوى صفر قلنا هو نون تريفيال سوليوشن الديترمنت طبعا، واذا ساوت واذا لا تساوي صفر فهذا تريفيال سوليوشن. نجي على السيستم اي، نكتب صيغه الماتريكس 2 1 5 و 1 ناقص 3 ناقص 8 ناقص 3 2 3، فالنتيجه ايش راح تكون بهيج حاله؟ نوجد الديترمنت مالت هذا، راح نشوف بين الديترمنت هذا مالته شلون راح نوجد الديترمنت طلاب. ناقص 3 هاي ثلاثي، ناقص 3 في 3 ناقص 9. اوكي طلاب، ناقصا ناقص 8 في 2 يعني ناقص 16، وعندك ناقص يصير زائد 16، 16 وعندك هنا ناقص 9 ما معناه بيش حال عندك 7،
7 في 2 14، إذا الحد الأول عندك 14، ناقصا 1 في 1 في 3 3، ناقصا 10، ف3 ناقص عن 10 يصير ناقص 7، ناقص 7 وهو عندنا ناقص 1 يصير 7، 7 زائد 16 طلع لنا بشحال 23، إذا عندنا لحد الآن 23. طيب ناش راح يكون عندنا 8 سالب 8 سالب 8، وهنا عندنا موجب 8 سالب 8 ويا موجب، العفو هنا موجب 15، يعني النتيجة 7، 7 في 3 ايش قد النتيجة؟ 7 في 3 راح تكون سالب 21، سالب 21. اذا الديترمنت بس نشيك اخر جزء عندنا هو راح يكون سالب 21، هنا ايش قد احنا عندنا سالب 1، هنا 1 في 3 3 ناقصا 10، فواحد ناقصا 3 ناقصا 10 سالب 7 في سالب 1 راح يكون موجب 7، موجب 7 وعندنا هنا سالب 21، موجب 7 سالب 21 جد راح يكون موجب 7 سالب 21، وهنا راح يكون عندنا سالب موجب 7 سالب 21 سالب 14. طيب هنا نشيكها، هذا في هذا يكون 9، 9 بالضبط زائد 16، 9 زائد ناقص 9 زائد 16 طلعنا 7 في 2 14، 14 سالب 14، إذا النتيجة 0، إذا الديترمنت لهاي الجزء راح يكون يساوي لنا 0، إذا هاي النون تريفيال سولوشن. شنو معنى نون تريفيال سولوشن؟ نعيد، معنى اكس ما تساوي 0، واي ما تساوي 0، زد ما تساوي 0. الثاني طلاب أيضا حول المعادلات إلى صيغة الماتريكس 2 1 5 1 3 سالب 3 سالب 7 سالب 2 2 و3. طيب نيجي هنا أيضا نحسب الديترمنت مالتها، سالب 3 في 3 سالب 9 زائد 14 أو معناه 7 في 2 14، إذا أول جزء عندنا 14. نتأكد من عندنا سالب 9 زائد 14 معناها 4، سالب 9 وعندنا 14 ومعناها 5، 5 في 2 10، إذا الجزء الأول عندنا 10، ناقص عندنا 3 ناقص 10 ومعناها ناقص 7 في ناقص 1 7، 7 ويا عندنا هنا ايش قد عندنا؟ قلنا 5، 5 ويا 2 يعني مو مع 5 في 2 10، إذا صار 17، 17. نجي على الجزء الأخير، سالب 7 في موجب 15 ما معناه بإيش حالة؟ راح تكون عندنا 8، 8 في سالب 3 سالب 24 ويا 17 أو معناه سالب 7، إذا النتيجة ما راح تساوي لنا 0. إذا بيج حالة هذا راح يمتلك تريفيال سوليوشن، ما معناه أن الحل مالتنا عندما يكون الـ x يساوي 0، y يساوي 0، و z يساوي 0. إذا هاي الحل مالتنا طلاب راح يكون عبارة عن تريفيال سوليوشن، تريفيال سوليوشن، بينما هذا الحل طلاب السيستم الأول راح يكون نون تريفيال سوليوشن. عرفنا شنو معنى الفرق بين التريفيال سوليوشن والنون تريفيال سوليوشن. طيب الطلاب يسأل واحد سؤال يقول استاذ شلون اشيك تقدر تحل هاي المعادله هسه باستخدام الجاوزن اليمينيشن ميثود اللي اخذناه بالمحاضره السابقه، وتشيك شوف انه هنا راح تطلع لنا الاكس الى قيمه، الواي الى قيمه،
والزد الى قيمه، بينما هنا لما تحلها ايضا بالجاوزن اليمينيشن هذا السيستم راح تشوف بانه ما له حل الا عندما يكون الاكس يساوي صفر، واي يساوي صفر، والزد يساوي لنا صفر. اذا نقدر نشيكه باستخدام نحل المعادلتين او السيستمين باستخدام الجاوزن اليمينيشن ميثود. وختام هاي المحاضرة طلاب، اتمنى لكم حسن الاستماع والاستفادة. التقي بكم محاضرات قادمة ان شاء الله، وارجو من عندكم شوية مراجعة للماتريكس، سواء كان عمليات الضرب بين الرو والكولوم او ضرب الماتريكس مع الماتريكس او الطرح او الجمع، حتى يكون هذا الموضوع لك بسيط، والمواضيع القادمة ايضا تكون لك سلسة وبسيطة. اتمنى لكم ايضا مرة ثانية الموافقية ان شاء الله، وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.